الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة هي التي جمعتنا في هذا البيت المبارك، فإن هذه البلدة المباركة لا يدخلها إلا الموحدون، ولا يجوز لمن لم يؤمن بلا إله إلا الله أن تطأ قدمه هذه الأرض المباركة المعظمة المقدسة. لا إله إلا الله، هذه هي الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطب قومه هنا عند الكعبة، ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذه هي الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، الذي دافع عنه وذب عنه مدة حياته، قال له وهو على فراش الموت: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند ربي. ولا إله إلا الله هي الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب اليهودي وهو على فراش الموت، عندما دخل عليه زائرا فقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر الشاب إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فنطق بها فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة لا بد أن نقف وأن ندرك إدراك يقين وإدراك عن علم وبصيرة. فالله عز وجل قال في كتابه: خذ الكتاب بقوة. وليس هناك شيء أولى بأن نتعامل معه بالجد واليقينية والاجتهاد وبذل كل ما في الوسع لإدراك ما فيه من هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وخصوصا في زمن الفتن، فحاجة الإنسان إلى أن يقف وقفة الجد مع هذه الكلمة العظيمة ليدرك أين هو منها. فنقول أيها الإخوة، مقدمة لآية درسنا اليوم من سورة آل عمران
وهي تلك الآية العظيمة التي تضمنت أعظم شهادة، أعظم شهادة ومن أعظم شاهد على أعظم مشهود، وهي قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية العظيمة التي تضمنت أعظم شهادة، وقد روي أنه قدم رجلان من النصارى إلى المدينة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما أشرفا على المدينة قال أحدهما للآخر: إنها تشبه البلدة التي يخرج منها نبي آخر الزمان. فعندما دخل عليها دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: أنت أحمد؟ قال: نعم. ورأوا في وصفه ما ذكر في كتبهم، فقال له: إنا نسألك عن شهادة في كتاب الله، إن أخبرتنا بها آمنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتلاها عليهما فأسلما. فقبل الوقوف مع هذه الآية الكريمة المباركة، نقف مع ما ذكر العلماء وجمعوا من كتاب ربنا جل جلاله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبينين مكانة هذه الكلمة العظيمة وما ارتبط بها من فضل وما ارتبط بها من خير وما لها من مكانة في دين الله وما لها من مكانة يوم العرض الأكبر على الله وما لها من أثر في تقويم الإنسان، ما لها من أثر في اجتماع الناس وافتراق الناس، ما لها من أثر في قضية الصراع على مر تاريخ البشرية، ما لها من أثر في ذلك كله وغيره. ثم نعرض إلى ما ذكر أيضاً العلماء من الأسماء لهذه الكلمة الطيبة: كلمة الصدق، كلمة العهد والميثاق، هذه الكلمة العظيمة. فأول ما نقول أن كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي ركن الإسلام الأعظم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك أجمعت الأمة كلها على أن كلمتي الشهادة هي الركن الأعظم في الإسلام، وأن الله عز وجل لا يقبل من أحد الإسلام ولا يصح له عمل في ميزان الله حتى يأتي بالشهادتين. فإذن هذه أول قضية لا بد أن ندركها عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، أنها هي ركن الإسلام الأعظم. فلن يكون الإنسان مسلما
حتى ينطق بالشهادتين. أيضا كلمة الشهادة لا إله إلا الله هي دعاية الإسلام، بمعنى أنها هي أول ما ندعو إلى الإسلام، فإننا ندعو بهذه الكلمة بهذه الشهادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى هرقل الروم، فإنه مما جاء في رسالته له: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. ودعاية الإسلام هي هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فإذن لا ندعو أحداً للإسلام إلا بهذه الكلمة، ولا نبدأ في دعوة أي أحد للإسلام إلا بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. أيضاً أن الأمة أجمعت على أن أول واجب على المكلف هو إقراره بلا إله إلا الله، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك، ومن بعدهم من التابعين أجمعوا على ذلك، وعلماء سلف الأمة أجمعوا على ذلك، على أن أول واجب على المكلف الإقرار بلا إله إلا الله، ولا يجب عليه قبل ذلك شيء. فهذا فيما يتعلق بأمر التصديق. أيضاً أن لا إله إلا الله هي عاصمة الدم والمال، عاصمة الدم والمال. وإننا لنذكر هنا حديث أسامة رضي الله عنه عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فئة من أصحابه في سرية إلى قبيلة جهينة، فالتقوا ببعض أفرادهم وحصل بينهم قتال، ففر رجل منهم فتبعه أسامة رضي الله عنه، ورجل من الصحابة فتمكن منه أسامة، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، وهو تحت أقدامهم. فأما الصحابي الذي كان مع أسامة توقف، أما أسامة رضي الله عنه فطعنه برمحه فمات. فعندما قدموا إلى المدينة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: يا أسامة، أقتلته وهو يقول لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا خوفا من القتل. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ يقول أسامة: حتى تمنيت أنني أسلمت ذلك اليوم. فإذن هي عاصمة الدم والمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذن هذه الكلمة العظيمة عاصمة الدم والمال. أيضا هذه الكلمة العظيمة أعلى شعب الإيمان، فإننا نعلم أن الإيمان شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أيضا لا إله إلا الله شرط للعمل الصالح، فإن العمل حتى يكون صالحا مقبولا عند الله يشترط له 3 شروط. الجانب الأول والأساس والأهم: أن يقوم ذاك العمل على اعتقاد صحيح وإيمان صحيح بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. والأمر الثاني: الإخلاص والصدق لله عز وجل في ذلك العمل. والشرط الثالث: المتابعة لهدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فلا إله إلا الله شرط في العمل الصالح. أيضا لا إله إلا الله مجددة الإيمان في القلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده، قال لأصحابه جددوا إيمانكم، فقيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. فإذا هي مجددة الإيمان. أيضا لا إله إلا الله أعظم نعمة امتن الله عز وجل على المهديين إليها. يقول عالم الحرم في زمنه سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه، يقول ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. فإذن هي أفضل نعمة. أيضا لا إله إلا الله أفضل الذكر الذي يذكر الإنسان به ربه عز وجل، وأن هذا الأمر ليس فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل لجميع الأنبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم أيام الدنيا وفي أعظم المواقف في يوم عرفة، فذكره كان في ذاك اليوم العظيم لا إله إلا الله، وعلم أمته قائلا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فذكر الأنبياء في ذاك اليوم العظيم في ذاك المشهد العظيم في المكان الذي أخذ على البشرية العهد والميثاق، فإن أفضل الذكر هو لا إله إلا الله. أيضا لا إله إلا الله هي مفتاح دعوة الرسل جميعا، فكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لقومه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعندما أرسل معاذ إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دعوته صلى الله عليه وسلم للناس. أيضا لا إله إلا الله هي محور الصراع بين الأنبياء كلهم وأممهم، وليس هناك شيء آخر. هذا هو المحور الرئيس الذي كان عليه الصراع بين نوح وقومه وبين هود وقومه وبين صالح وقومه وبين شعيب وقومه وبين يونس وقومه وبين موسى وقومه وبين عيسى وقومه، وهكذا حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن محور الصراع الذي كان بين الأنبياء وأقوامهم إنما هو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذا هذا هو محور الصراع الذي ذكر الله عز وجل في القرآن بين الأنبياء وبين أممهم، وهذا هو الصراع الحقيقي الذي كل ما عداه لا ينبغي أن يكون ولا يرتقي إلى هذه الدرجة الرئيسة في الصراع، فإنما هو على هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيضا لا إله إلا الله هو ميثاق المحبة بين العبد وربه، فمحبة العبد لربه
تفوق كل محبة ولا يشبهها ولا يدانيها أي محبة تقوم، محبة العبد لربه. وتلك المحبة إنما تصل إلى كمالها على قدر ما في قلب الإنسان من الوعي لكلمة لا إله إلا الله، وعلى قدر ما في قلبه من اليقين بلا إله إلا الله، فيقوم ذاك الأمر العظيم وذاك الحب الصادق بينه وبين ربه عز وجل. لا إله إلا الله هي الرابطة الحقيقية بين البشر وبين أهل الإسلام، الرابطة الحقيقية بين الإنسان وإنسان آخر إنما تقوم على هذه الكلمة لا إله إلا الله. وكل ما عداها فإن كان يتسق معها فهو مقبول ويكون فرعا في تلك العلاقة، وإن كان لا يتفق معها فلا بد أن يكون مرفوضا. فإذا هي العلاقة الحقيقية التي تقوم بين الإنسان والإنسان، تقوم على هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. أيضا لا إله إلا الله هي وصية الأنبياء عند الموت، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. إذن هذه الوصية العظيمة القائمة على كلمة لا إله إلا الله التي هي عبادة الله عز وجل وحده وعدم الإشراك به جل جلاله والكفر بكل معبود سواه، فهذه الكلمة العظيمة هي وصية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. لا إله إلا الله النطق بها عند الموت أعظم علامات خاتمة السعادة، أعظم علامات خاتمة السعادة أن تنطق وأن توفق لنطق لا إله إلا الله في آخر ما لك من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذن هذه أيضا تدل على مكانة هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله نجاة من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير على دابته ومن خلفه معاذ، فقال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال له: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. ثم أخبر بها معاذ قبل موته تأثما من كتم العلم. أيضا لا إله إلا الله نجاة من الخلود في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من دهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. وفي حديث أنس العظيم حديث الشفاعة
أنهم يأتون رسول الله صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عند العرش، قال: فيفتح علي ربي من محامده ما لم يفتحه على أحد من قبلي فأحمده بها. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: أقول يا ربي إذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فيأذن لي فأذهب وأخرجهم ثم أعود الثانية. قال: وأخر لربي ساجدا فيفتح علي من محامده ما لم يفتح علي في المرة الأولى فأحمده بها. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأقول يا ربي إذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة من ذرة من إيمان. قال: فيأذن لي. قال: فأذهب وأخرجهم ثم أعود الثالثة فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من محامده ما لم يفتح علي في المرتين الأوليين فأحمده بها. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأقول يا ربي إذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة 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 من إيمان. قال: فيأذن لي فأذهب وأخرجهم. قال: ثم أعود الرابعة فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من محامده فأحمده بها. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: فيقول: فبعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله مغفرة للذنوب وكفارة للخطايا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخ كبير، يدعم على عصا، فقال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غفر لك غدراتك وفجراتك. فلا إله إلا الله كفارة للذنوب والخطايا، لا إله إلا الله سبب لاستحقاق المسلم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال له: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهؤلاء هم أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن هذه الكلمة العظيمة
التي لها هذا القدر العظيم الجليل في دين الله عز وجل ما أحوجنا أن نقف معها وأن نفهم معناها وأن تمتلئ قلوبنا باليقين بذاك المعنى الذي تضمنته تلك الكلمة العظيمة. تلك الكلمة العظيمة إذا نظرنا إلى كتاب الله وإلى قول المفسرين بل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل التفسير كابن عباس رضي الله عنهما وغيره ومن التابعين كقتادة وعطاء وابن جبير وغيرهم، فإننا نرى أنهم سموا تلك الكلمات بأسماء جاءت في آيات من كتاب الله عز وجل. فالطيب من القول الوارد في قول الله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول جاء من تفسير ابن جرير إمام المفسرين أن الطيب من القول هو لا إله إلا الله. القول الثابت في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جاء عن عالم التابعين وعالم أهل مكة طاووس ابن كيسان رحمة الله عليه أن القول الثابت هو لا إله إلا الله. القول الصواب في قول الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جاء من قول ترجمان القرآن ابن عباس أن القول الصواب هو لا إله إلا الله. أيضا القول السديد في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا جاء من قول ابن عباس أن القول السديد هو لا إله إلا الله. أيضا الدين الخالص الذي جاء في قول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال الإمام قتادة تلميذ ابن عباس الدين الخالص هو شهادة أن لا إله إلا الله. أيضا كلمة الإخلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يدعو قائلا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين جاء تفسير كلمة الإخلاص أنها كلمة لا إله إلا الله. أيضا كلمة الله العليا في قول الله عز وجل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا جاء عن ابن عباس أن الكلمة العليا هي لا إله إلا الله. أيضا الكلمة الطيبة في قول الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أيضا جاء عن ابن عباس وغيره أن المقصود بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله. أيضا كلمة الاستقامة الواردة في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال علماء التفسير استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. أيضا كلمة النجاة التي قالها مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة قال العلماء أي كلمة لا إله إلا الله فهي كلمة النجاة. أيضا كلمة الفلاح والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيضا كلمة التقوى كلمة التقوى التي ألزم الله عز وجل أهل الإيمان تلك الكلمة
فإنها لا إله إلا الله، وهي كلمة الصدق، وهي كلمة العدل، وهي العروة الوثقى، وهي شهادة الحق، وهي دعوة الحق، وهي العهد. إذن هذا الأمر إذا أدركناه وفهمناه، إذن أي مكانة لهذه الكلمة العظيمة في دين الله عز وجل، وكيف ينبغي أن تكون العناية بها والاهتمام بها، وأن الإنسان يكون لسانه معتاداً على تكرار هذا الذكر العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإذن هذه الكلمة العظيمة في هذه الآية الجليلة، الله سبحانه وتعالى يشهد ويثني بملائكته ويثلث بالعلماء على أنه لا إله إلا هو. فإذا ما نظرنا ونحن نسير في الوقوف مع آيات هذه السورة المباركة الكريمة التي وجدنا أنها ابتدأت بالوحدانية، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فابتدأت بالوحدانية، ثم ذكرت قضية الكتاب، وذكرت ما لله عز وجل من الأوصاف، وذكرت في نزول الكتاب ما يدل على التوحيد، فإن الكتاب نزل من عند العلي العظيم جل جلاله، نزل عليك الكتاب بالحق من عند الحق سبحانه. فإذن أخبر عن الكتاب ونزوله بما يدل على التوحيد، ثم أخبر عن الكفار ومآلهم والنصارى واليهود وأهل الكتاب بما يدل على التوحيد، ثم أخبر عن خلقة الإنسان والغريزة التي وضعت فيه منذ أن وجد الإنسان، وهو باق وسيبقى هذا الأمر الغريزي فيه، في قول الله زين للناس حب الشهوات، وعرضت بما يدل على التوحيد، ثم أخبر عن مآل المتقين بما يدل على التوحيد، وفي ذلك كله ذكر من أسمائه وصفاته ما يدل على كمال توحيده جل جلاله، ثم بعد ذلك جمع ذلك كله في هذه الآية العظيمة ليجتمع في ذلك، ولتكون هذه النتيجة أضخم من كل ما سبق، فيجتمع في ذلك آية الشهود مع آية الوجود. فالشهود شهود الله، شهادة الرب جل جلاله على ذلك، والموجود تلك الآيات التي جعلها الله عز وجل في الكون، والتي أخبر عن بعضها فيما سبق من الآيات، فيجتمع آية الشهود مع آية الوجود بالنسبة للمؤمن، حتى يمتلئ قلبه يقيناً بهذه الكلمة وبمعناها وبمدلولها وبما تضمنته من المعنى العظيم، فيمتلئ قلبه يقيناً بذلك، يمتلئ قلبه يقيناً بذلك. هذه الآية تضمنت فيما يتعلق بالرب جل جلاله على أربعة أمور: الأول التوحيد، والثاني العدل، والثالث العزة، والرابع الحكمة. فالتوحيد الذي أخبرت عنه الآية تضمنت ثبوت صفات الكمال ونعوت الجلال لله القوي الكبير المتعال، وأنه جل جلاله ليس له ند ولا مثيل في ذلك كله، وأن عبادته وحده جل جلاله هي الحق الذي لا مرية فيه،
وأن عبادة غيره هي الباطل الذي لا مرية فيه. فهذا التوحيد الذي تضمنته هذه الآية ثبوت صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال للكبير العلي جل جلاله، ثم عدم المماثل له في ذلك كله، ثم أن عبادته وحده هي الحق وأعدل العدل، وأن عبادة غيره هي الباطل وأظلم الظلم. فهذه القضية الأولى والعظمى التي تضمنتها هذه الآية، والتي لا بد أن يمتلئ قلب كل إنسان يقينا بها. الأمر الثاني العدل، والذي تضمن وضعه الأشياء موضعها جل جلاله اللائق بها، فهو أعدل العادلين، فهو العدل في شهادته على التوحيد، وأعظم ما ظهر العدل في تلك الشهادة أنه لا إله إلا هو. عدل في كل ما خلق، عدل في كل ما شرع، عدل في رعايته لعبيده، عدل في محاسبتهم، عدل في مجازاتهم جل جلاله. فإذن الركن الثاني الذي تضمنته تلك الآية قضية العدل، والذي عنوانه أن الله عز وجل له كمال العدل، وذلك بوضع الأشياء في موضعها الصحيح، وأن أعظم مظهر للعدل ظهر في تلك الآية في قضية شهادته على توحيده لنفسه جل جلاله. الأمر الثالث العزة، وهو كمال قدرته وقوته وقهره، تمام الملك قائم على كمال القدرة والقوة والقهر. ثم الأمر الرابع الحكمة، والذي تضمن كمال العلم والخبرة، فأمره ونهيه وخلقه ومجازاته كل ذلك من الحكم والغايات التي جل جلاله خلق الخلق لأجلها، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه الآية وحدانيته المنافية للشرك، وعدله المنافي للظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكمته المنافية للجهل والظلم. مرة أخرى، تضمنت هذه الأربع وحدانيته المنافية للشرك، وعدله المنافي للظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكمته المنافية للجهل والعيب. فهذه الآية التي تضمنت هذه المعاني العظيمة، إذن فعلا هي أضخم من كل ما ذكر قبلها، حيث دلت على معنى التوحيد بهذه الدلالة العظيمة، شهد الله الشهادة. ذكر العلماء شهادة الله تأتي بمعنى أنه قضى، وبمعنى أنه بين، وبمعنى أنه حكم، وبمعنى أنه أخبر. يقول الإمام ابن القيم: ولا منافاة في هذه المعاني كلها. فالله حكم بأنه لا إله إلا هو، والله قضى بأنه لا إله إلا هو، والله عز وجل علم أنه لا إله إلا هو، وأن الله بين أنه لا إله إلا هو.
والشهادة لها مراتب 4 وكلها موجودة هنا. فالمرتبة الأولى في الشهادة أن الشهادة تقوم على العلم، تقوم على العلم، والله سبحانه وتعالى هو العليم بذاته، بل كمال التوحيد توحيده هو جل جلاله لذاته، لأن كمال التوحيد مرده إلى كمال العلم، وأكمل العلم بالله علم الله عز وجل بذاته. فإذن هذا الجانب الأول، العلم، لأن الشهادة لا تكون عن جهل، وإن كانت عن جهل فهي شهادة زور وشهادة باطل، فالشهادة تكون عن علم. الثاني، وهذا متحقق في هذه الشهادة، الثاني أن الشهادة من مراتب المرتبة الثانية يكون فيها القول، يكون فيها القول بما يشهد به، بما يريد أن يشهد، فيكون فيها القول، والله عز وجل قال ذلك في كتبه وأنزله فيها، والقرآن كلام الله، والرسل بلغت عن ربها ذلك. المرتبة الثالثة بعد أن يقول الشاهد ذلك، المرتبة الثالثة هو أن يعلم به، أن يعلم به، والله عز وجل كان الإعلام بما أنزله في كتبه وبما أمر به رسله أن يبلغوه للناس. الأمر الرابع الإلزام بمضمونها، وهذه الآية تضمنت الإلزام، حيث أن الله أخبر في هذه الشهادة أنه لا إله إلا هو، أي كل إله سواه فهو باطل. فإذن هو إعلام وإلزام لكل من عبد غير الله بأن ما هو عليه باطل، ويجب عليه أن يترك ما هو عليه من هذا الباطل. وشهادة الله على هذه الحقيقة العظيمة بقوله وفعله، أما بقوله فكما قلنا بما جاء في كتابه والقرآن كلام الله، وبما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. وأما بفعله فذلك من خلال آياته جل جلاله في الآفاق، فإنه في هذه في الآفاق من الآيات ما يدل على أنه لا إله إلا الله، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذن هذه الشهادة بالقول وبالفعل من الرب جل جلاله. وإذا نظرت إلى القرآن وجدت أن القضية الأساس في هذا الكتاب هي قضية الإيمان، قضية التوحيد، قضية لا إله إلا الله، وأن الله عز وجل خاطب فيها هذا الإنسان بخطاب القول وبخطاب العقل، فخاطبه بالقول حين أمره به بلا إله إلا الله وبالتوحيد مباشرة، وحين أخبره عن بطلان الشرك، وحين أخبره عن مصير أهل لا إله إلا الله، وعن مصير من كفر بلا إله إلا الله، فكل ذلك دعوة بالقول، وكذلك مخاطبة عقل الإنسان، فخاطبه أيضا بطرق متعددة، خاطبه
وخاطب عقله ليتفكر وليتدبر وليتأمل، فخاطبه في أن الله عز وجل هو رب كل شيء وخالق كل شيء، وأنه هو الرزاق وهو المعطي وهو النافع وهو الضار، وذكر له في عدد كبير من الآيات من صور التحدي في هذا الجانب. وكم من الآيات في القرآن في هذا الجانب، كم من آيات والله عز وجل يتحدى الناس في خلق السماوات وفي خلق الأرض وفي خلق أنفسهم، في قضية الموت، في قضية الحياة، آيات الله عز وجل مرة يخبر أنه هو الذي خلق، ومرة يتحدى هل من خالق غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فإذن هذا جانب من جوانب مخاطبة العقل بهذه القضية. أيضا مخاطبة العقل بي وهو يذكر الأرباب الذين عبدوا من دون الله ويأمر ممن عبدهم أن يخاطبوها، هل تسمع؟ من عبد الأصنام هل تسمع أو ترد لك عن لقولهم جوابا؟ من يخاطب القبور وسكانها هل يسمعونهم؟ هل يردون عليهم؟ هل خلقوا شيئا؟ خطاب للعقول، كم في القرآن من هذه الآيات. أيضا ما ذكر الله عز وجل في القرآن من حال أوليائه عبر التاريخ، ومن كفروا بلا إله إلا الله ومن آمن بلا إله إلا الله، كيف أن الله عز وجل أذل من كفر؟ أما ذكر الله لنا ماذا حصل لقوم هود ولقوم صالح ولقوم شعيب ولقوم لوط ولقوم إبراهيم ولقوم فرعون؟ أما ذكر الله عز وجل لنا عن أنبيائه كيف نصرهم الله؟ كيف أبقى لهم الذكر الحسن في أهل الإيمان؟ يتفكر الإنسان، وهذا مصير كل من كفر بلا إله إلا الله، وذاك مصير من آمن بلا إله إلا الله. قضية للتفكر والتأمل. الله عز وجل أيضا في القرآن أخبرنا عن صفاته وأسمائه جل جلاله التي لها معاني الكمال لذاته العلية جل جلاله. هل تلك الصفات مجموعة في غير الله؟ هل لأحد أي كمال من أي اسم من تلك الأسماء أو تلك الصفات؟ إذن كل هذا خطاب للعقل، هي دعوة إلى لا إله إلا الله. فإذن تلك الشهادة إذن هي شهادة بالقول وشهادة بالفعل. والله عز وجل في القرآن فإنه بين ذلك أعظم بيان، فقضية لا إله إلا الله هي القضية الأم، هي القضية الأساس في هذا القرآن العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. لاحظوا أيضا دقة العلماء، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو. قالوا لماذا لم يقل لا إله إلا الله؟ وجاء الضمير العائد على الشاهد، قال لكي يزيل من نفسك أبدا أي معنى للاحتمال أن الشاهد شيء والمشهود شيء، بل الشاهد والمشهود عليه هو واحد، هو الله جل جلال. فالذي شهد هو الله، والمشهود عليه بأنه لا إله إلا هو هو الله، هو الله جل جلاله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. فذكر الملائكة، قال العلماء قدم الملائكة على الإنسان هنا، قالوا لأن الملائكة هم في الملأ الأعلى، وأطلعهم الله، وأن قضية الشهادة بأنه لا إله إلا هو لا إله إلا الله
مرد ذلك على كمال العلم، وأن الملائكة وهم في الملأ الأعلى فرأوا من ذلك ما لم يرى بنو آدم فلذلك قدموا. أليس ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول القول فيسمعه جبريل عليه السلام؟ وأيضا من العلماء من قالوا لأن علم الملائكة بربهم كله علم اضطراري، أي من تعليم الله له، وأما علم ابن آدم في ذلك فمنه اضطراري وهو الفطرة، ومنه كسبي وهو أن يتعلم الشرعة، فلذلك قدم ما كله اضطراري على ما بعده، ما بعضه اضطراري وبعضه كسبي. ثم ثلث بأهل العلم، وهنا أيضا أورد العلماء فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قالوا لما لم يقل والرسل؟ وأن أعظم الشهادة بالنسبة للبشر شهادة الرسل، فقالوا لما كان مرد هذه الشهادة إلى العلم، وأن ذلك يدخل أول ما يدخل الرسل ثم يدخل أتباعهم الذين اتبعوهم في هذا العلم، فلما كان الأمر مرده إلى العلم فذكر أهل العلم. وأيضا أن المقصود هنا بأهل العلم ليدخل في ذلك الأنبياء كلهم من باب أولى، ثم يدخل أتباعهم كلهم الذين تبعوهم من العلماء الذين تبعوهم في هذا الأمر العظيم أنه لا إله إلا الله. وهذه الآية فيها بيان لمكانة العلم والعلماء على صورة عظيمة، مما ذكره العلماء يمكن أن نذكر 5 أمور تدل على فضل العلم والعلماء من خلال هذه الآية الكريمة. الأول أن الله عز وجل خص العلماء بالشهادة من بين الناس كلهم في هذه الشهادة العظيمة التي شهد بها الجليل جل جلاله، فاختص من بين الناس كلهم العلماء. وهذا الاختصاص ماذا فيه من التشريف للعلماء، وماذا فيه من المكانة والرفعة أن الله يختصهم من بين الناس كلهم ليذكروا في هذه الشهادة العظيمة؟ هذه الأولى. الثانية أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته، ما جعل ذلك منفصلا عن شهادته، بل جعل ذلك في آية واحدة، وهذه رفعة للعلم والعلماء. وهل العالم يطلب رفعة أعلى من ذلك؟ وهل سيجد من يرفعه أعلى من هذه الرفعة؟ فإذن هذه الثانية. الثالثة أن الله عز وجل جعلهم أهل العلم فأضافهم إلى هذا الاسم الشريف الذي كل عاقل بل حتى الجاهل يتمنى أن ينسب إلى هذا الأمر، فمن الذي أضافهم إلى العلم؟ الله، فأضاف هذه الفئة إلى هذا الوصف الشريف، وأولو العلم. إذن هذه الثالثة. الرابعة أن الله جعلهم حجة وشهداء على الناس، لأنهم هم يقولون للناس ذلك ويعلمون الناس ذلك، فجعلهم حجة على الناس، وهذه مرتبة عالية رفيعة للعلماء أن الله عز وجل أنزلهم
هذه المنزلة العظيمة أنهم جعلهم شهداء وحجة على الناس، وألزم الناس العمل بما يقوله العلماء في هذا الأمر، فالناس تبع لهم في هذا التعليم، وهذا شرف للعلماء. الأمر الخامس أن هذا كله يدل على تزكية الله للعلماء الذين يقولون لا إله إلا الله ويعلمون الناس لا إله إلا الله، ومن ثم كل من فارق ذلك فليس بعالم مهما كان عنده من معرفة في الدنيا، فلا يستحق هذا اللقب القرآني. فأهل العلم هم الذين شهدوا بهذه الحقيقة العظمى، أم الحقائق، أنه لا إله إلا الله. فمن كفر بلا إله إلا الله ماذا يريد أن يكون له من الشر؟ من كفر بلا إله إلا الله ماذا يكون في قلب المؤمن إن كان صادقا؟ أن ينظر إليه بأي نظرة شرف؟ ذلك الرسول يقول إذا كان المنافق والذي عنده شيء من ذلك، يقول لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإن قلتم فقد أغضبتم ربكم عز وجل. فإذن هذه الأمور الخمسة تدل على فضل العلم وأهل العلم، وهي أكبر محفز للإنسان أن يكون من أهل العلم، أن يكون من أهل العلم، وأن يكرم بأن يكون من هذه الفئة التي تدخل في هذه الآية العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى شهد بأنه لا إله إلا هو، وأن الملائكة شهدوا، وأن أهل العلم شهدوا، وأن أهل العلم شهدوا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كمال التوحيد كما قلنا في أمرين: ما يتعلق بذاته من ما لله من كمال المجد والجلال والهيبة والعظمة والكبرياء، والثاني كمال العدل في خلقه وفي أمره وفي فعله جل جلاله، ففي ذلك كمال التوحيد. فشهد الله أنه لا إله إلا هو كمال في ذاته جل جلاله قائما بالقسط، كمال في عدله جل جلاله. فشهادة الرب جل جلاله على كمال ذلك، وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم على كمال ذلك لله عز وجل، فهو كمال في صفات الكمال والجلال له، وكمال في العدل له جل جلاله قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فكمال العزة وكمال الحكمة له جل جلاله. إذن هذه الشهادة العظيمة، ولذلك عندما قلنا هذه السورة العظيمة ما هي قضيتها؟ قضيتها إيقاف الإنسان على الصراط المستقيم. رأينا كما قلنا الفاتحة ذاك الإجمال الكلي للدين، قضية سورة البقرة قضية التوحيد، ثم آل عمران وضع الإنسان على الصراط المستقيم. فلذلك رأينا هنا عرضت قضية لا إله إلا الله باعتبارها الركن الأول والأصل الأصيل لطريق الاستقامة، لطريق الهدى، لطريق الإيمان، وأنها فهمت في ذلك الحدث الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد نصارى نجران، ليبدأ يدرك الإنسان
كيف يضع قدمه في أول الطريق، ورأينا كيف تلك الصفات في التعامل مع نوازع النفس، وكيف ذلك التصرف مع أصحاب الشبهات عندما يتعاملون مع آيات القرآن، كل هذا لتسلك الطريق على وضوح وعلى استقامة. فمع الكتاب تلتزم المحكمات لا المتشابهات، ومع نوازع النفس أول شيء ما هو؟ أنك توقف مد الشهوات، وذلك بالصبر، فلذلك قدم صفة الصبر. ثم تعود إلى البناء، لأنك التخلية بأنك توقف خط التأثير وخط الإفساد وخط الزيغ، فيكون تلك النزعات والشهوات بماذا تدفع؟ بالصبر، حتى لا يكون هناك رافد لها في قلبك. وخط الشبهات بماذا يغلق؟ بأن تتمسك بالمحكمات، حتى لا يكون للشبهات أيضا رافد في قلبك. إن القضية كما قلنا الأمراض تعود إلى مرضين: مرض الشبهات ومرض الشهوات. مرض الشبهات بأي شيء يواجه؟ بالعلم. ومرض الشهوات بماذا يواجه؟ على الخط الطويل، بمحبة الله. لكن ما هو العلاج الأولي لإغلاق ذلك إذا ما ثارت دوافعه عند الإنسان؟ فبالنسبة للعلم أن تتمسك بالمحكمات، وبالنسبة للشهوات أن تحقق الصبر، فبذلك ينقطع رافد الباطل والزيغ، سواء كان من مرض الشبهات أو من مرض الشهوات. فلذلك جاء ذكر المحكمات وجاء ذكر قضية الشهوات، فذكرت الأمراض، وهذا أيضا يعطينا على أن السورة طريقها وخطها هو وضع هذا الإنسان على طريق الاستقامة. فإذا هذه الشهادة العظيمة لا إله إلا الله بما وقفنا عليه من كلام العلماء وتقريبهم للقضية بما يجعلنا ندرك ونعي معنى هذه الكلمة ومكانتها. فلذلك لا إله إلا الله لا معبود بحق أبدا إلا الله وحده. فالله عز وجل هو المعبود الذي يستحق أن يعبد، فأعدل العدل عبادة الله، وأظلم الظلم وأبطل الباطل عبادة غير الله. فإذن هذه الآية العظيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه الكلمة في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل جلاله أن يملأ قلوبنا يقينا وعلما وتصديقا بلا إله إلا الله. نسأله جل جلاله أن يجعلنا من الشهداء على هذه الكلمة العظيمة، ونستودع الله ذلك حتى نلقاه، ونسأله أن يثبتنا على ذلك وأن لا يغير علينا، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.